السلام عليكم. أنا رنا في هذه الأيام مقربة من المولد النبوي الشريف، أكيد لازم نقاسم معكم كامل الوصفات التقليدية المميزة ديالنا. واليوم جينا وجبنا لكم ضيفة بزاف مميزة متميزة ومحترفة بشكل يعني رهيب، حتحضر لنا الرشتة، العجينة تاع الرشتة بطريقتها السلسة والواضحة، وهي اللي رايحة تقول مع المقادير. ألا قوليلي وش فيها الرشتة ديالنا والعجينة ديالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيها كيلو دقيق، اليوم أنا بحق رانا كرانا عائلة كبيرة، أنا زدت رطل درت كيلو ورطل. فيها زوج مغارف زيت، حبة بيض صغيرة في حدود 50 غرام، ومغرفة ملح، وعندنا الماء باش نلمو العجينة. ما ماشي دافي ولا بارد؟ ما عادي، عادي جدا تاع الحنفية. الوغ حنا ناخدو هاد الغيسيبيون تاع الدقيق ونحطو قصعة باش نخدمو على اتساع. بسم الله. المرحلة الأولى لازم علينا نغربلو هاد الدقيق اللي رطب. قمر 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 سيدنا. نحط الآن الزيت، البيضة، والملح، نقولو بسم الله. نروحو بالماء بكميات قليلة لأن العجينة ما لازمش تكون طرية، لازم تكون شادة روحها. قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل. انا راني نشوف العجينه ديالنا ما راهيش طريه بزاف، شغل لميتيها برسك اساك هكذا. قلنا العجينه تاع الرشته لازم تكون شاده روحها هكذا. أيه؟ شاده روحها. والان قلت نرطبوها لمده 10 دقائق فقط، لان الراحه، نعم الراحه هي اللي راح ترطبها لنا اكثر لمدة، أنها خلوها تريح على الأقل 15 دقيقة إن شاء الله. على وحنا خلو تعجنيها 10 دقائق ومن بعد نغطوها بكيس غذائي ونعزلوها. هذا قل مصطفى كالورد نادي. الآن عجينة تاعنا خلاص، رانا رطبناها شوية ما دلكناهاش بزاف، وكنغطوها بفيلم غذائي ونخلوها ترتاح 15 دقيقة باش تعطينا نتيجة ما شاء الله. ونبداو في عملية نحلوها ونقطعوها ونعملها اشكال. فوالا بدلنا لو بلان دو طراي، شدينا بلاصه متسعه باش نقدروا نخدموا فيها. العجينه تاعنا قاعده مغطيه بالفيلم غذائي 15 دقيقه. ودوكا ليلي واش نديروا؟ دركا نبدا نقطعوها، نديروا لها دي بتيت بول، من بعد اتيك نبداو نحلو بماشي بآلة العجن. واكيد نستعملوا اللي نشوف النشا، النشا نستعملوا النشا اكيد باش يساعدنا على انها تنشف لنا بسرعه ان شاء الله. الوغ نديرو دي بول صغار، ومن بعد نستعينو بالمايزينا ونحلوهم ونجوزوهم في المشينة تاع البقلاوة في الكوتي تاع الرشتة. والارقام كيفاش نديرو؟ من واحد الارقام نمشو بتنين خمسة تمنية، ومن بعد كي تشيحنا مليح نبداو نديرو لها تاع الرشتة ان شاء الله. معناها مولي نديرو لي بون ينشفوا لا ينشفوا، لازم ينشفوا سينو يتعجنوا الى رمينا مباشره. ما نخلوهمش ينشفوا لمده طويله لانهم بعد كده يتكسروا لنا في نديروا تاع الرشته. نخلوها هكذاك واحد ربع ساعه ايضا، نزيدوا يبداو ينشفوا غير شويه، نديروا تجربه، اذا مشات مشات، نمشي نزيدوا نخلوها شويه، بصح ما لازمش نغفلوا عليهم، خاطرش اذا غفلنا عليهم راح تكون النتيجه ماشي مرضيه. ان شاء الله ان شاء الله النتيجه تاعنا تكون رائعه ان شاء الله. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ملساء وطرية، ها ما شاء الله. هذا كامل بفعل هذاك الزيت، شوية الزيت اللي درنا لها وشوية الحبة البيض هذيك، نرشها ليجيرمون غير بشوية مايزينا باش تساعدنا على انها تنشف لنا بسرعة. ونبداو نديرو المرحلة الثانية تاع الرشتة.
نكملوا كامل هذه المرحلة ونعاودوا نرجعوا مع الشكل الأخير لعجينة الرشطة. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد. حطينا القدر على النار كده العليا، نبدأ نحطو ونفتحوها، نحاولو نفتحوها في الكسكاس باش هكذا تتفور وما تعجناش في بعضها بعض. وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، حبيب الله يا خير البرى يا قمر. وجات الله يبارك، راكو تشوفوا خيوط خيوط ما عندها حتى علاقة مع الرشتة اللي تتباع في الأسواق، وأكيد ما هيش رايحة تكون بدقيق يديروا لها خليط من الفارينة ايتو. احنا درناها صافية، درنا كيلو ورطل تاع دقيق، عطانا شحال عطانا ليلي تاع الرشتة؟ تقريبا 3 كيلوغرام من الرشتة البيتية مضمونة 100%. وشوفوا الخيوط تاعها راهم مفصولين خيط بخيط ما شاء الله عليها، وان شاء الله نتلاقاو باش نديرو المريقه تاعها باذن الله. قولي لي كيفاش نحتفظوا بها في الدار؟ معناتها كي نديرو كميه اون جورني تاع رشطه، كيفاش نحتفظوا فيها في المنزل باش تقعد لنا فريمون مليحه؟ نحطوها هكذا في قصعه يضربها كامل الريح شويه باش يخرج لها البخار تاعها، نحطوها في اكياس للتجميد، نحطوها في الثلاجه ونقدروا نحتفظوا بها مده 3 اشهر الى 6 اشهر، ومن بعد نعملوا لها المريقه تاعها في الوقت المرغوب ان شاء الله. الوغ ليلي عطات لنا اليوم الوعد ديالها باللي راهي رايحه تبارطاجي معنا اسرارها كاملين تاع تحضير المرق تاع الرشطه وكيفاش نفوروها ونعاودوها. انا بقى ليا غير نقول لكم موعدنا في الحلقه المقبله ان شاء الله باش نحضروا مرق الرشطه المتميز.